السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة لسه واصلة بي ام دبليو اكس 1 اس درايف 18 اي. اهي العربية، اهي العربية دي يا جماعة للبيع. هقول لكم طبعا السعر بتاعها، وهقول لكم كمان لو عايز تجيبها استيراد تجيبها بكام وتقف بكام، وهقول لكم المعارض بتبيعها بكام وكل حاجة، كل التفاصيل اللي انت عايزها هقولها لك في الفيديو ده. بس ايه، ركز خلاص، عشان ادي مثلا ابواب بصمه، مرايات كهرباء، الفوانيس البي ام دبليو الليد كامله ليد. العربيه دي موديل 2023 بس زيرو. صالون اهو، السماعات او الساوند سيستم ده الادفانس، الشاشة الجديدة مفيهاش بانوراما، الكراسي استوفة، لكن طبعا نازلة بالاي درايف الجديد، وفيها امبيانت لايت. الاطار الجديدة في تيسي الجديد اللي هو الصغنن ده. شرمنا عليا. لا والله انت اللي شرمني. الشنطة اهي. طبعا مفيش هنا ستيب، لان العربية دي الكاوتش بتاعها رام فلات. والشنطة كهربا. اهو اكس 1 اس درايف 18 اي. حساسات ركن خلفية، الجنوط السبورت، وفيها انظمة الفرامل كاليبر ورا وكاليبر امامي، وفيها كمان حساسات ركن امامية. العربية دي سعرها استيراد بيبدأ من حوالي الاستلام الفوري اللي هو تستلمها من 30 ل 45 يوم تقريبا. ممكن الاستيراد سعرها، يعني لو انت عايز تستوردها، من 3 مليون جنيه وانت طالع. طيب العربية دي صاحبها استوردها، حضرتك تقدر تستلمها فورا وترخصها اول مالك، اول اسم، يعني تبقى انت الرخصة باسمك اول حد، لان هي ما رخصتش. سعرها 3 مليون 250. وصلت؟ طبعا لو رحنا للاكس درايف او الام سبورت الارقام هتبقى ازيد من كده. المعارض بتبيع العربية دي ب 3750، فانت كده هتبقى موفر لك حوالي مثلا قول 500 الف جنيه. الارقام هتطلع قدامك على الشاشة للاستعلام، وحضرتك العربية موجودة عندنا في التجمع الاول، تقدر تيجي تشوفها في اي وقت، وان شاء الله باذن الله العربية ما فيهاش خربوش، لكن ما عليهاش فيلم حماية. لو انت عايز نعمل لك فيلم الحماية قبل ما تستلمها برضو ما عندناش مشكلة. ولو الصالون ده مش عاجبك، يعني لو الصالون ده مش عاجبك، اللون بتاعه مش عاجبك، عايزه احمر، عايزه احمر في اسود، عايزه احمر بس، عايزه بني في اسود، عايزه بني كامل، كل ده متاح في ايدينا بما فيه الجزء ده. يعني هنغير اللون في الابواب وفي الصالون، كل ده في ايدينا، ممكن نعمله لك من قبل ما تستلم العربيه بالكوست بتاعه. صلي على رسول الله. والعربيه اهي موجوده ارخص من المعارض، يا تلحق يا ما تلحقش، وربنا يستر في اللي جاي. يلا اشوفكم يا رب على خير. ولو عايز تسال على اي اسعار عربيات استيراد، اكتب لي في الكومنتات اسم العربيه اللي حضرتك عايزها وانا هسعرها لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.